السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة هبة من أكاديمية الميقات الإسلامية. سنتابع اليوم شرح درس أيام عشتها للصف العاشر باء. وصلنا إلى هذه الفقرة: حريق ولكن لم تمتد إلينا ناره، ولم يلدعنا أواره، ولكننا ما لبثنا إلا قليلا حتى بلغنا شراره وروعتنا أخباره. حين كنت أمشي إلى المدرسة من داري في العقيبة، فأرى الفرن مسدودة واجهتها بالخشب، ما فيها إلا طاقة صغيرة، والناس يسدون نصف عرض الطريق يطلبون أرغفة من الخبز الأسود فلا يكادون يصلون إليها. كانت الشام أرض الخيرات، فأين ذهب قمحها؟ حتى صرنا نطلب الخبز المخلوط بالشعير وبالذرة وبأشياء لا تبلغ قدر الذرة ولا الشعير، فلا نصل إليه. وعز السكر حتى صارت الأوقية بريال مجيدي، وقد كان المجيدي قبل الحرب يكفي لوليمة ضخمة، وقل الكاز وفقدت أشياء كثيرة مما كنا نستورده، وما كان منه عند التجار قبضوا عليه أيديهم وأخفوه في مستودعاتهم، وكانت أيام شداد. أواره أي بمعنى شدة الحار، ومادتها اللغوية أورة. روعتنا بمعنى أفزعتنا، ومادتها اللغوية روع. عز أي بمعنى غلا وصعب الحصول عليه، ومادتها اللغوية عززة. قبضوا أي بمعنى أخفوه، ومادتها اللغوية قبضة. شداد أي بمعنى قاسية، ومادتها اللغوية شدة. الفكرة الرئيسية في هذه الفقرة: تأثير الحرب العالمية الأولى على أحوال الشام الاقتصادية. لدينا صورة فنية: حريق ولكن لم تمتد إلينا ناره، شبه الحرب بنار مشتعلة تحرق ما حولها. لم تمتد لم حرف نفي وجزم، وتمتد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، حرك بالكسر منعا من التقاء الساكنين. ناره فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ولم يلدعنا، يلدع فعل أيضا مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والنا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، وأواره فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ولكن حرف استدراك ونصب من أخوات إننا، ضمير متصل مبني في محل نصب اسم لكن، وما لبثنا إلا قليلا، الجملة الفعلية في محل رفع خبر لكن. لبثنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالنا، والنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. بلغنا أو بلغنا، بلغ فعل ماضي مبني على الفتح، والنا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم، وشراره فاعل مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. وروعتنا أخباره نفس الإعراب، روع فعل الماضي مبني على الفتح، والنا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم، وأخباره فاعل مؤخر مرفوع علامة رفعه الضم. كنت أمشي، كنت فعل ماضي ناقص مبني على سكون اتصاله بالتاء، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان، والجملة الفعلية أمشي في محل نصب خبر كان. أمشي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. أرى الفرن مسدودة، أرى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والفرن مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. مسدود هنا على وزن اسم المفعول،
موقعها الإعرابي حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اسم المفعول هنا يعمل عمل الفعل، أي أنه يأخذ ما بعده فاعلا أو مفعولا به أو نائب فاعل. اسم المفعول الآن مشتق من الفعل المبني للمجهول، فواجهته تعرب نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، ولها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ما فيها إلا طاقة، فيها شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ مقدم، وطاقة مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة، وصغيرة نائب مرفوع علامة رفعه الضمة. الناس يسدون، الناس مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، يسدون ويطلبون ويكادون ويصلون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنهم من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ونصف وأرغفة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. كانت الشام أرضا، كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. والشام اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة، وأرضى خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والخيرات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ذهب قمحها، ذهب فعل ماض مبني على الفتح، وقمحها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نطلب الخبز، نطلب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. صرنا فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بالنا، والنا ضمير متصل مبني في محل رفع اسم صار. والجملة الفعلية نطلب الخبز في محل نصب خبر صار. الخبز مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والمخلوطة نائب منصوب علامة نصبه الفتحة، ونوعه من المشتقات اسم مفعول. وبأشياء، أشياء هنا تعرب اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. الاسم الممنوع من الصرف لا ينون ويجر بالفتحة عوضا عن الكسرة. إذا هنا اسم منتهي بألف وهمزة، إذا هنا ممنوع من الصرف. لا تبلغ، تبلغ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأن ما قبلها لا نافية ولا لا تؤثر على الفعل. وقدر مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. عز السكر، عز فعل ماض مبني على الفتح، والسكر فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. سارت الأوقية بريال مجيدي، سار فعل ماض مبني على الناقص مبني على الفتح، والأوقية اسم سار مرفوع علامة رفعه الضمة، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر سار. ريال المجيدي هنا هي العملة التي كانت سائدة في بلاد الشام في الفترة السابقة، والأوقية هي عبارة عن وزن. وقد كان المجيدي، كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، قد حرف يفيد التحقيق. المجيدي اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة قبل ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة، والحرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ويكفي الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان، يكفي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. قل الكاز، قل فعل ماض مبني على الفتح، والكاز فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. فقدت أشياء، فقد فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، وأشياء نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وكثيرة نائب مرفوع علامة رفعه الضمة. كنا نستورده، كنا كان فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بالنا، والنا ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان، ونستورده الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. نستورد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. قبضوا وأخفوه، فعل ماض مبني على هنا الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أخفوه فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة تقدير الكلام، أخفى زائد واو الجماعة. واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. وهنا عزيزاتي نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح هذا الدرس. مع السلامة.